بهذا الفيديو راح نلعب فري فاير وراح العب تحدي حماسي لابعد الحدود. معنا حسونة، كيفكم يا شباب؟ واللي هو واحد من اقوى لاعبي سيرفر مينا، كلكم بتعرفوه فما في داعي للشرح كثير. والتحدي بينه وبينه راح يكون 1v1، بس اللي بيخسر بيسلم حسابه للثاني لمده 24 ساعة ويعمل فيه شو ما بده. معكم دراجونو، معكم حسونة. 3 2 1، يلا نبلش. جاهز يا حسونة؟ يلا بسم الله، ليتس جو. جبت لك دقيقة. يلا تعال 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 تعال، يلا ركز ركز منيح لأن هذا التحدي على حساب اللي بيخسر راح ياخذ حساب الثاني، اللي بيفوز راح ياخذ حساب الثاني. شو اللي بيخسر؟ يلا. اوكي. اوه ماي جاد، هاي ابلع. ما في شيء جديد، والله ما في شيء جديد يا جماعه. انا اللي بيتابعني بيعرف اني انا اول جولتين على طول بموت، فما في شيء جديد يعني. ماني مستغرب يعني، هاي الجوله راح اموت انا كمان، هاي الجوله راح اموت والله يا شباب، لانه انا يعني جد في حدا يمكن ساحر كاتب انه حسون اول جولتين ما يفوز، ما بعرف ليش، ما هيك انه كاتب انه حسون ما يفوز. حجه النوب عاملين لي سحر. ماشي ماشي، مو والحجه الرقاص الارض مايلي بالضبط هيك شيء. لا المشكلة ما عطي المثل حالي يعني. الله لا نص هيد. لا بادي والله تتك يتشت، والله تتك يتشت. ما حسب عبي دمك عبي دمك. اوكي اوكي طلع لي، طلع لي. لا بعدين مع البادي. شاد قبل الحذف دراغونوف يلعب بالاصفر. عادي عادي، ما حدا ما في حدا ما بيلعب اصفر. بس انت ايمتى يعني الدرع 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 انا عملتي ايه؟ انت ايمتى رح يعني مالك ناوي تموت يا عمري ولا ايش يا دراغونوف؟ حاطط الدم 500 واول طلعت الدم 6000. موت يا دراغونوف، موت يا رجل، موت حتى لو بدي موت. يا اخي بس يا تني يا اموت يعني، تموت علي يا تني اموت عادي. طولت الجوله زياده عن اللزوم، خلص معك حق. طيب اوريك الحركه السريه. لا 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 انا تنبطح هيك ما بصيرش. مين قال لك بصيرش؟ احنا اللعب مو وان تاب، اذا شلت عن وان تاب احكي لي. لا دراغونوف لا 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 ما لا ما بصير ضربت دراغونوف، والله ما بقدر بجيبك دراغونوف. انا شوف انا عادي ماني زعلان، انا هسه الزول بس خلص مره عيد. لا لا جد يا جماعه، لانه هو السعر مشغل انك انت ما تقتله، ما بعرف كيف بدي اجيبه. ما لا لا بس اعملها. طب بتعرف تعملها؟ اعملها. والله لا والله لا، اول مره بلعب ضد حدا بيعمل لي هيك الحركه هي. انت وين اخترعت دراغونوف؟ انت تعرف تسويها؟ ولا والله ولا بعرف اسويها ولا شيء والله. طيب انا بقدر اسويك حتى اجيب لك اياها. شوف انا ما بعمل الطريقه الا لما اكون عارف ايش المضاد لها. كيف اللي بيعمل السم بيعمل الترياق قبل ما يعمل السم. سهل كيف؟ هاي الحركة جد مسمومة. بتعرفش كم كمية الناس اللي سبوا لك قالوا بس بسبب هاي الحركة. اقسم بالله مستفزة مستفزة صراحة، لأنه أنت ما فيك تسوي شيء بس خلص. لا فينك تسوي شيء بس هذا ما يخفيه عنك دراغونوف. دراغونوف المنظمة الماسونية يخفون عنك الهيد شوت. لا أنت مالك ناوي تاكل الهيد شوت دراغونوف؟ لا يا جماعه والله عندي رافو ايمي براسه ما كان يموت ما بعرف. انت بتتعامل مع الماسونيه يا دغيلو شكلك ماسوني شكلك. وات ليش انبطح اللاعب؟ عشان تعمل حركه. وربي انبطح قال لك هاي الطريقه الوحيده عشان تجيب هيدسوت. جربت والله صح. لا الحلو بدراغونوف انه بلاقي هيك شالي اوام يعني بلاقي لانه يعني كيف تحكي لك انه انت لا خاصة هاي مسافه ولا ايه شباب احكوا لي. لك لا انه انت هلا يعني مو انبطح اللاعب يعني انت اوام لقيت له شغله ليش انبطح فهمت علي؟ ايوه لقيت لك حل لقيت لك جواب. ايوه السؤال عندي جواب بغض النظر هو الجواب الصح ولا غلط. اوف كنت فيني اجيبها على فكره بس ما بعرف شو حطيت. شايفك 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 يا حبيبي.
واخيرا دراجونوف انت لابس خوذه 70 ولا ايش يا جماعه؟ انت لاحظت والله لازم للمره الثانيه انا حاطط الدم 500 حتى لو حاطط الدم 500 ما كنت تموت. لا تطلع على الدم شايفك والله العظيم اقسم بالله صح والله صح والله صح ما جبت ثلج. لا لا تعال 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 خذ تعال تعال لا بس ما حركات الغدر. ايوه دراجونوف ايوه يلا رح يعني انت لازم يكون اسمك سينسي فهمت علي معلم بالياباني يعني لازم يكون حتى اخلاق يعني ايوه يعني احتراف بلس اخلاق سينسي اراكوتوكو زايماز الله عليك سامع درس انمي ما تفر انمي بس حفظها هالكلمه من اصحابي صارعيني فيه شايفك حركاتك متوقعه يا صاحبي أوه. واحدة ثانية لا اوه ماي جاد اوه ماي جاد حركة اللي سبب هاي حركة على فكرة راح اعلمكم اياها ان شاء الله بالفيديو تبع شرح الرومان راح ينزل ان شاء الله في السنة الجاي. اوف يا جماعة انك تلعب ضد دراجون اوف امرا صعبا للغاية. نعم لا انت تستطيع حسون انت تستطيع بصفة السنسي لازم 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 هيك اضل احفز يعني لازم احفز الكل انت تستطيع يا حسون. اركاتو السنسي اركاتو السنسي شكرا يا معلم. لا ترجم عشان المتابع يفهم. خلص اوكي انا بهبد يعني اي شيء بطلع بتمي بيه. اين انت يا سنسي؟ انا هنا يا حبيبي. اوه نص حلو. هي اعطينا هي تشوت عشان يروح يعبي دمه وخليني انا اعبي دمي ولا ما انحسب هي تشوت؟ اذا ما انحسب هيك بصير اوكي بصير ايش؟ ما بعرف بس بصير اطلع اي واحدة ثانية والله حرام. لا 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 دراجونوف انت حرام يا شباب والله حرام نمس يا جماعة بس ما ياخذ حسابي يا شباب بس ما لا 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 رح اخذه رح العب فيه لتقول بس والله اوكي اسمع انا قاعد افكر من هسه ايش ممكن اسوي بحسابه؟ ابعث للكل جواهر ولا اصفر الحساب؟ اوه ماي جاد والله عندي افكار جهنميه. يلا يلا بسرعه يلا خلينا نجيب الثلاث جولات اللي ضلوا يلا انا متحمس. طيب يا شباب خلينا نركز. انا حاجته اربع جولات اخذها بحاجته انا كنت عم اتعامل معه اني انا ضيف يعني اوكي يلا تعال الضيف احنا بنشرب قهوه عاده تفضل تعال 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 اعطيك كاسه القهوه اعطيك كاسه القهوه تفضل تعال تحلى معنا. اوه ماي جاد هاي التحليه تفضل يا ضيفنا العزيز تفضل يا ضيفنا العزيز التحليه الخاصه بعاداتنا وتقاليدنا. خلاص يا جماعه حسون عصب يا اخوان لازم ندير بالنا. خايف ما ابلع بالبوكس. لا تلعب بالبوكس حسونا خانز. لا لا خايف ما ابلع بالبوكس مو اني. يلا تعال العب ما كنت ناوي اطلع فكرة. طلعوا 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 حرام اقسم بالله حرام. يلا واحدة الثانية صدق ما اجيبها غير دانس. وات ايش الدورة اللي طلعوا هي؟ اوه ياه اوه ماي جاد يا الهي يا الهي اخ يا ربي والله قلت مش راح اسيبها الا دانس مش راح اسيبها الا دانس. حسونه لا تستسلم حكينا لك لا تستسلم يا حسونه والله انت تستطيع. لا يا حبيبي الجوله الاخيره ظلت عند عمك دراجونوف. يلا مع السلامه يلا تعال اطلع لي بس بين لي طرف راسك بين لي طرف راسك جايك بالجلد جايك بالجلد يا حسون يا اخي عم تلبكني جايك بالجلد يا حسون جايك لا 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 جايك يا حبيبي جايك اطلع طل حسن الكلب اطلع لي يا حبيبي اخر جوله خلاص بعدين راح اجلدك بعدين راح اخذ حسابك هات حسابك اطلع لي وهات حسابك
اطلع اطلع بس طال ضربه واحده ضربه واحده ضربه لا هي طلع لي ضربه واحده بس وين رحت ضربه واحده ضربه واحده لا اجت بادي 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 ضربه الاخيره يلا لا لا طلع لي حسون طلع 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 حرام هذه بي والله دمجني ثواني شوي احنا بقى اطلع يا حسون اطلع اطلع اوريك الصح اخر جوله بس جوله بس واحد اعتنى بس يا جماعه شوفوا ما بعرف يا دراغونوف دراغون لسه سؤال بس يعني انت قبل ما تصور رحت لامك الله يخلي لك قلت لها ماما ادعي لي بدي العب يا جماعه قسما بالله العظيم اذا انتم عم تشوفوا ما بعرف يعني عمات هي تشوت بس 60-50 60-50 ما منجي تشوت كامل يا اخي مستفز الشوتجن صح صح ذكرت السر ذكرت السر ذكرت بالسر جلتش الدعوات الوالده ذكرتني فيه يلا اطلع يا حسن اطلع اطلع وريني 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 ستارتك اليوم الوالده دعيت لي مستحيل تفوز بس بس والله الوالده ما دعت لي من قلبها اقسم انا متاكد ما دعت لي من قلبها دعت لي هيك على الماشي يا ربي وفقه وخلص هيك على الماشي لا تسليكيه دعوه تسليكيه دعوه تخيل اعمل رومنتادا يا دراغونوف وانا احفل عليك تعرف يا رؤيا اذا بعمل رومنتادا تعرف يمكن احتفل بالشارع او ماي جاد وصلني اشعار الوالده دعت لي خلص ما كانت دعت لي بالاول هسه دعوت لي عن جد يلا تعال 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 اوريك اوريك دعوات الوالده اوريك دعوات الوالده اوريك دعوات الوالده اليوم اطلع 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 يا حسون اطلع اطلع اوه لا 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 تعال اطلع 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 لا اوه دم صفر دم صفر لا ماي جاد دراغونوف حرام دعوات الوالده عرفت وين اجت دعوات الوالده دعوات الوالده اجت بانها ما تنحسب الجوله روح يا حسونه لا بالله روح الله يخلي لك امك خليها تدعي اكثر اوكي خليها تدعي اكثر يا جماعه اول ما دعت له امه يعني صراحه بلشت اربع فخليها تدعي اكثر بالله لا لا لحظه شوي حسونه لحظه شوي انا بدي احاسبك بالكوب انا بدي اطالبك بكوبي رايت لا تكون انت عامل الجلتش تبعي الجلتش تبعي لو سمحت ما حد يستخدمه من دون اذني ليش دعوات الوالده ما حد يستخدمه الا من دون اذني لا جد جد والله جد خلي تدعي الله يرزق يا رب يعني يا جماعه اول ما بلشت تدعي انا بلشت اربع ف ست الوالده الله يخليك ادعي عليه اوه ماي جاد لا ثواني انا قصدي عن الوالده تبعته انا حاسس انه الوالده تبعتك دعت علي ايش التوفيق اللي اجاك هيك مره واحده يا الله يا الله اقسم بالله سبحان يا جماعه جايني ما بعرف ايش صار هذا الروم غريب والله غريب 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 ما طبيعي غريب طريت بالحكي بتضحكني يا رجل اخر جوله اخر جوله وبالنهايه بعد يا اخت حساب تعرف شو راح اسوي بحسابك انت ما تعرف شو راح اسوي بحسابك اوكي اطلع اطلع اوريك دراغونوف قاعد مود دراغونوف شكل قاعد مود يس يس او ماي جاد اوه يا الهي يا الهي يلا جوله التحدي الجوله النهائيه بيني وبين حسونه شوف مين اللي راح يجيب يا جماعة والله العظيم الروم مت والله مت أنا ما بعرف دراغونوف أنت إيش عم يصير معك يا دراغونوف أنا مشكلتي إني رخيت دفاعي بس تعال اطلع 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 يا حبيبي اطلع 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 من جحرك يا حبيبي اطلع يلا بسم الله ليش البي سي عم يلقلق؟ لا خطف اتصال الشبكي ايش صار؟ ايش صار؟ تم تسجيل حساب مع عمك دراغونوف اللي صار انك راح تعطيني حسابك هذا اللي صار حبيبي لا تلعب مع عمك دراغونوف اي تحدي مع عمك دراغونوف راح تخسره يا حبيبي اوكي حسابك حسابك يلا حبيبي على الواتساب على الواتساب ارسل لي حسابك الايميل وكلمه السر حسونا ايش في؟ حسونا انت بخير؟ هات حسابك يا حبيبي هات حسابك 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 على السريع من دون اي كلام خلاص انت خسرت التحدي للاسف انت كانت المشكله تعرف وين الغلطه غلطتك انك لعبت معي بس هاي هي الغلطه الوحيده اللي غلطتها بحياتك لا ما, ما ما بعطيك ما بعطيك الحساب ما بعطيك لا لا ما ليش ما تعطيني الحساب ليش ما تعطيني الحساب مش انت مسك شوف شواربك شوف اسمع انا في واحد دخل بحسابي تمام اسمع الحل اعطيك الحل بلشنا بلشنا طيب اعطيك الحل اعطيك الحل انا بعطيك حل يناسبني ويناسبك تمام لان اقسم بالله شي بيهور والله حرام بس بدي والله العظيم خلص ما في حدا بيدخل حسابي خالص هلا طيب شوف دراغون انا عندي حل تمام يعني بيراضيك وبراضيني تمام لانه في واحد دخل حسابي انت بتعرض بالفيديو تم تسجيل دخول بحسابك على جهاز اخر انت شو بتسوي تعطيني حسابك وبعطيك حسابي الواحد بتحكم بحساب الثاني 24 ساعه لا لا كيك. طب انا الفايز عزيزي انا الفايز طيب انا اللي لازم اخذ الحساب طيب في حدا دخل بحسابي في حدا
دخل بيناتنا اتفاق. ما لي دخل، انا لو دخل حد مشكلتك انك مش امن من حسابك، بس هالمره انت ضي راح تضيع على حالك حسابك، لا تخاف اعمل حساب جديد وراح طيب طيب لا لا بربك دراجونوف ايش راح تعمل بالحساب؟ دراجونوف راح اعمل بالحساب، انا مش عارف الصراحه شو راح اعمل بالحساب. على كل حال هسه انا بدي الحساب يوصلني. طيب شباب انا مش عارف والله، محتار شو نعمل بالحساب. تعرف شو بفكر؟ مثلا بدخل في الاصدقاء، اصير ادخل عليهم، اتخوف عليهم، احذف الكل، اعمل بلوك للكل. لا لا كل شيء للاصدقاء، كل شيء للاصدقاء، سوي بدك. اصرف جواهر، اصرف جواهر، اوزعهم على الشعب، اصرف جواهرك اوزعهم على الشعب. عادي عادي عادي، من ناحيه الجواهر عادي، من ناحيه الجواهر معلش عادي، فاش خلي اصرف جواهر. طيب اسمع، مثلا ادخل في حسابك، اخذ الجواهر، ارسل لحالي هدايا، او اصفر الحساب.